أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا سفينة نجاة الأمة ويا سراج الظلمة ويا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل بنفسي من لا زال غضا مصابه كما لم يزل غضا مدى الدهر مصحفه. أبى الله أن ينساه يوم تجمعت عليه عدا يقوى عليه ويضعفه. يراعي بإحدى مقلته خيامه ويرصد بالأخرى العدا حين تزحف تطالعه في حومة الحرب نسوة له ارتكضت أحشاؤها وهي وقف فمذ أوجست منه انكسارا تقوقعت مفاصلها من عظم ما تتخوف وعن لها ذكر المدينة فاغتدت تلح عليه بالرجوع وتلحف يحاول أن لا يستضام بهتكها ودون الذي حاولنه حال نفنفوا وحفت به الأيتام تشكو له الظما وأكبادها من وقده يتلهفون. يعز عليك العجز أن لا تغيثهم بماء وأنت الوالدون متعطف وجاءك من لفح وغبنك شاكيا لك الهيف والمشكى له الهيف أهيف فلم تستطع سقياه إلا بخاتم فكر وظلت خلفه العين تذرف فلم نر مثل رزقك فجعه تكاد له عوج الضلوع تثقف طببوا سكن المعاري شوف قوم وعزوته وقف يجري الدمع
صدر انكسرت عبرته. ظل يناديهم يا فرساني تخلوني وحيد، شو السبب عفتم خيمكم ونمتوا على الصعيد؟ لا ولد ليا بقى يحمي حريمي ولا عضيد، ومن سعد بعدي السور هالحراير نيته. شلون يا عباس تتركني وحريم محيرة عايف الخيمة ونايم نور عيني على الثرى؟ وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة، وتدري باليفقد عضيينه تقل يا خويا حيلته. عاين الجاسم جفوفه مقطع ودمه يسيح، وقف ودموعه يهلها والقلب منه جريح. صاح يا ابن الحسن ساعه معرس وساعه ذبيح، على مصابك جيبها سكنه العزيزه شقته. بس نظر الأكبر عليه وعاين وصالة مقطعة، نخل جاسم والعضيد اللي بجنب المشرعة، وانحنى فوقه وغسل طبرة الراس بمدمعة، جذا الحسرة على الولد والحزن ذوب مهجته. صاح يا شبه النبي ما اشوف لك شبه مثيل، قوم نرجع للخيام سكت النسوة من العويل. ذاب قلب امك يا ابويا والجسد منها نحيل، هاي شاب فارق الدنيا وراح بحسرته. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله عز وجل في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تعجيل فرج المولى المهدي المنتظر، روح المقدم ترابي الفداء، صلوا على محمد وآل محمد. يسيرون على نهجهم ويقتفون أثرهم، فيقولون بقولهم ويعملون بعملهم، ويقرون لهم بالإمامة في
يدفعون الضريبة العظيمة في الدنيا من التعرض للنفس، للمال، للأهل، كما بين ذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء لا ينساهم النبي صلى الله عليه وآله ولا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يوم القيامة. رحم الله شيعتنا، لقد أوذوا فينا ولم نؤذ فيهم. فهذه ضريبة، ضريبة الحب والولاء، يحصل عليها المؤمن في يوم القيامة. فكيف يميز المؤمن من غير المؤمن؟ يعني يوم القيامة خلق كثير وجمع غفير من الأولين والآخرين. فكيف يعني يميز هذا المؤمن يوم القيامة؟ يميز بأن نورا يشع من غرته، من جبهته، من وجهه، فيؤخذ إلى الجنة. ولهذا وعلى الأعراف رجال، أكو تفسير الرجال هم النبي محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يأخذ شيعته والنبي واقف. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول وعلى الأعراف رجال، الرجال هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني من النبي إلى صاحب العصر والزمان الروحي لمقدم ترابه الفداء. والقول الأول لا يتنافى مع القول الثاني، يعني بمعنى هنالك تخصيص للإمام علي ولرسول الله صلى الله عليه وآله، لرسول الله وللإمام علي، وهنا في القول الثاني تعليم للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثل أن الله عز وجل يبين بأن الإمام علي عليه السلام حينما يخصه بالعلم بمعرفة القرآن، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهو الإمام علي بن أبي طالب. هناك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أهل البيت. فتلك الآية ما تتعارض ويا الآية شنو ثانية، هنالك خاصة للإمام علي وهنا عامة للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكذلك القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام يأخذون المؤمن إلى الجنة، كذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم شفعاء الأعراف. وعلى الأعراف رجال. ما هو الأعراف؟ هنالك أقوال، أشهرها الأعراف هو فوق الصراط، فوق الصراط. وقيل الأعراف يكون الصراط، وهو يعني لعله يكون في البعد المعنوي من حيث الدرجة، حيث أن درجة النبي وأهل البيت
حتما أعلى وأعظم من الصراط، لا شك في ذلك. زين، بسيماهم يشع منهم النور، ولهذا هذا نور الحب والولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني بمعنى الذي أحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي والى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي اتبع أهل البيت اقتفى أثرهم، قال بقولهم وعمل عملهم، فيكون له اعتقد بشفاعتهم فيكون له يوم القيامة نور. أما الذي لم يحبهم، الذي لم يواليهم في الدنيا، الذي نصب العداء لهم، الذي في الدنيا لم يقر لهم بالولاية، فهؤلاء لا يكون لهم نور. ما بهم سيما، لاحظ كيف. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. حينما يقول الإنسان، حينما يذكر الإمام صاحب العصر والزمان روحي لمقدمه وروحي ونفسي ومالي وأهلي، حينما يضع يده على رأسه، هذا أيضا في البعد المعنوي كما هو الوارد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هذه الحركة نفسها أيضا شيئا فشيئا بها يكتمل نور الولاية، شيئا فشيئا يكتمل بها نور الولاية، كأنما هي تأكيد وتوضيح وإقرار لهم بالحب والولاء واقتفاء الأثر. فلذلك عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين درجتهم محفوظة أحياء وأموات في الدنيا وفي الآخرة. أكو صلة بين الأحياء والأموات؟ هل هنالك صلة بين الأحياء والأموات؟ يعني بمعنى هل يستطيع الحي أن يرى الميت؟ جعل الله ذلك في الرؤيا، جعل الله ذلك في الرؤيا، عبر الرؤيا يرى الحي الميت. ولهذا يروي هذه الرواية أبو هاشم الجعفري، أبو هاشم الجعفري يقول: كنت جالسا في دار الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه، باب المراد، يقول: فجاء رجل قال: يا ابن رسول الله، مات أبي وقد ترك مالا وإرثا عظيما، لا ندري أين هو، من يدري وين مودي ذاك الوقت؟ ماكو يعني مثلا بنك يروحون لحسابه باسمه يشوفون ايش كثر هذا تركته. فقال له الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه: بعد أن تصلي العشاء صلي على محمد وآل محمد 100 مرة.
ونم سوف ترى أباك. هذا كان معتقد يعني في الإمام صلى الله عليه وسلم، ولا ما قصده. فذهب فعلا حينما جن عليه الليل، صلى صلاة المغرب العشاء، فصلى على محمد وآل محمد 100 مرة ونام. فجاءه في الرؤيا أبوه، قال له: يا بني إن الأموال في الجهة الفلانية، أراها إياه في عالم الرؤيا، وقل للإمام صلوات الله وسلامه عليه أنني حضرت إليك وأريتك الأموال. وفعلا هذا استيقظ من النوم وذهب للجهة التي أخبره بها إياه، فرأى تلك الأموال موجودة كما هي. هذا لما يقول بأنه قل للإمام، شنو المعنى؟ المعنى يريد يقول بأن الإمام إذا قال فقوله يجري في البعد الولائي على الأحياء وعلى الأموات، مو بس على الأحياء، لا، يجري حتى على الأموات. فرجع يقول أبو هاشم الجعفري: فرجع الرجل بعد ذلك وأخبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. القضية الثانية وهي أن قبيلة من العرب، ولعلها تكون جهرم، وضعت غزلان من ذهب وسيوف في بئر زمزم وطمرت البئر، فصار لا يعرف، مضت عليه سنوات عديدة. وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله يريد، كان يريد أن يعرف أين هو البئر، فنام مرة في بيت الله بجوار جدار الكعبة، فبينما هو كذلك إذ رأى في الرؤية بأن البئر عند أثر النمل، راح يشوف في الموقع في الحرم نمل يعني متجمع يترك أثر رمل، فابحث فسترى. ففعلا استيقظ عبد المطلب وذهب وحفر، فرأى البئر مطمور، فأزال السيوف وأزال كذلك الغزلان التي هي من ذهب، كانوا ذولا خايفين أن تأخذهم منهم خزاعة، قبيلة خزاعة معروفة، ولذلك وضعوا ما يملكون من ذهب في بئر زمزم وطمروها. ممكن أنه الإنسان الحي يرى الأموات، بالنسبة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، النبي وأهل البيت: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني إذا شفت في الرؤية النبي صلى الله عليه وآله فهذه رؤية حقيقية، يعني الشيطان ما يتمثل بشو؟ بالنبي. إذا شفت في الرؤية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فهذه الرؤية حقيقة. لماذا؟ لأن الشيطان لا يتمثل بالإمام علي ولا بباقي الأئمة. هذا في مقام الإنسان المؤمن يكون له ذلك النور ويعرف بين الخلائق في يوم القيامة، يعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعرفه الأئمة الذين أحبهم وتولى بهم وتبرع من أعدائهم، فيأخذونه إلى الجنة. إذا كان شهيد شلون نور الشهيد شلون يوم القيامة؟ أعظم
وأكثر بكثير. المؤمن العالي يشفع، الطفل يشفع، السقط يشفع، فكيف بالشهيد؟ فالشهيد هو حلقة وصل بين أبويه، بين من يحبهم يعزهم، نعم، وبين رضا الله والجنة. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وآله لما يخاطب الميت يقول كما يقول للأحياء، فيسأل يا رسول الله قال إنهم سمعوني، هذول اللي أنا أخاطبهم سمعوا كلامي، يسمعون كلامي، يسمعون كلامي. نعم. وأما إذا كان درجة عالية مثل النبي أو أهل البيت، نعم، ويردون سلام، السلام يرده. أما تقول أنت السلام عليك يا رسول الله، رسول الله يرد عليك السلام. يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين يرد عليك السلام. لهذا لاحظ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء كان يخاطب الأحياء وكان يخاطب الأموات من الشهداء، من أهل بيته، من أخوته، من أنصاره. نعم، خاطب الأنصار وخاطب قمر العشيرة وخاطب القاسم وهو مضرج بالدماء، وخاطب ولده علي الأكبر شبيه النبي صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه، لما أهل البيت يشتاقون للرسول، للنبي صلى الله عليه وآله، ينظرون في وجه علي الأكبر، ولكن الحسين عليه السلام وقف عليه وهو لم يبلغ العشرين من عمره. عادة فقد الشباب مؤلم، فقد الشباب يقرح القلب. نظر إليه رآه مقطع بالسيوف إربا إربا، نادى بني علي على الدنيا فتفطر قلب الحسين في كربلاء، ناده يا ابويا قول منه الشرق راسه يا نور العين من خمة انفاسه وطاسك يا روحي وشوف انكم طبا. الله، راسه مشبوه علي الاكبر، علي الاكبر راسه مشبوه الى قسمين ومقطع بالسيوف اربا اربا. جلس الحسين متحير يحمل علي، شلون يحمله ظهر مكسور أبو علي، وإذا خلاه ترك الأعداء
يحز رأسه، بينما الحسين كذلك. وإذا بزينب سمعت صرخة الحسين وهو ينادي بني علي على الدنيا بعدك العفارة، ذهبت إلى الإمام السجاد، نادت: يا ابن أخي، يا بقية الماضي، لقد سمعت أباك الحسين ينادي من وسط المعركة: بني علي على الدنيا بعدك العفارة، إني خائف عليه أن يموت في وسط المعركة، فهل تأذن لي يا ابن أخي أن أنادي أباك الحسين؟ قال لها: عمة، قفي على أطناب المخيم ونادي أبي الحسين. خرجت عقيلة بني هاشم وقفت على نشد من الأرض، نادت وقد وضعت يديها على خصريها: أخي يا حسين، نور عيني يا حسين. وصلت صرخة العقيلة إلى مسامع الحسين، يقولون: الأكبر قطع جملة وصاله، وحسين من عظم البلد بس ما وصل صوت العقيل الذهب باله، واحتار يبقى لو يريد للهاشمية. وقف الحسين بعدما وضع رأس علي الأكبر على الأرض، تارة ينظر إلى جسد ولده علي، وتارة ينظر إلى الخيام، إلى زينب، وإذا بعلي الأكبر يقول: أبتاه يا حسين، أنا شبيه جدك المصطفى، أنا المدلل علي، كيف تتركني على التراب، تترك رأسي وخدي على التراب وأنا في حالة احتضار ونزاع؟ انتحب الحسين، نادى بني علي: لا تلومني، فقد سمعت صوت عمتك زينب نادوني: يا ابويا العمتي زينب، أرى وخلها تشد جرحي، ترى ذايب حشا. قال له: يا عقلي، مهجتي حشا، لازم اشيلك للمخيم يا ضي العهد، لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح، عن جثتك يا صباي يا عيني وين تنام.
يقول لي ان كان جبت الولد يا حسين لكن بليله ايش الفكر يا حلو الاطباع لو عاينت جسمك يا عقلي موزع وزه وزين اما تقدر تنظر يا ابني بالانزاع لكن عين الله لضجت النساوي ايش سوى ابو علي كلما رفع جانب سقط جانب قام نزع الرداء الذي على كتفه وضعه على الارض نعم واخذ يزحف بولده علي الى ان ادخله في الرداء وعليا لفه في الرداء رفعه بيده الطاهرتين وضع خده على خده لصق صدره بصدره يديه من تحت ظهره ورجع يا مؤمن إلى نحو الخيام وهو ينادي وأولنا وعليا شال المدلل فوق صدره وللخيام حينما سمعنا بنات رسول الله الإمام الحسين ينادي وولده وعليا خرجنا بنات رسول الله تتقدمهن الحوراء زينب وهي تنادي وأخاه وحسينا وإذا بالحسين يقول أخي زينب غطي وجه علي لكي لا ترى أمه ليلى فتموت أخاف ما تتحمل أشوف علي مقطع بالسيوف إربا إربا شيبوا لأبو علي بلسان الحال يقول أنت صبورة يا العقيلة وبالموت أنا ما عندي حيلة ظهري كسير وما بشيلة غطي الولد لا تموت ليلة يقولون جابه إلى مخيم الشهداء الشبان المقطعين المضرجين بدمائهم يقولون هنا اللي كسر قلب زينة شافت أبو علي قاعد على المتراب متربو الله إيش عندك أبو علي أنت تارة ينظر إلى قمر بن هاشم تارة ينظر إلى القاسي تارة ينظر إلى علي نعم ويصفق بيده اليمنى على اليسرى بيت الدعاء للشهيد أحمد فرحان شي يقول أبو علي ويا بلسان الحال خلصت رجالي يا زينب طفي
يشمع الخيام راح جاسم راح الكبار راح شيال العلم لا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا ما تكون كواكب الأسحار فإذا نطقت فأنت أول منطقي وإذا صمدت فأنت في مضماري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه المستشهدين بين يديه اللهم اشفي كل مريض اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب إلى وطنه اللهم ارحم كل شيء أيد علماءنا يقضي حوائجنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا السعيد الفقيد اللهم اجعل قبره روضة ورياض الجنة اللهم جافي الأرض عن جنبه واصحب بروحه إليك ولقي منك برهانا اللهم احشره في زمرة محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين وعندك نحتسبه يا كريم واخلف على عهده في الغابرين وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين ورحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة ويهدي ثوابها إلى روح الشهيد أحمد فرحان وإلى أرواح الشهداء والمؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء والسادات وخدمة علي عبد الله الحسين تسبق الصلوات على محمد وآل محمد Oh.